اهلا بكم واهلا بضيوفي الكرام الاستاذه بسمه سيوفي والاستاذ خالد سليمان والاستاذ خلود المنصور والاستاذ امان المعلمي الى موضوعنا التالي. عاد موسم الطائف الذي شهد فعاليات وأنشطة متعددة إلى الطائف وهجها السياحي الذي اعتادت عليه على مدى سنوات طويلة حين كانت في مقدمة المصايف السعودية، لكنها هذه المرة لفتت أنظار عشاق الثقافة والتاريخ بفعاليات متميزة وفي مقدمتها سوق عكاظ وسلسلة من الحفلات الغنائية لكوكبة من النجوم وأنشطة كانت حديث المجتمع السعودي. موسم الطائف يأتي ضمن مواسم السعودية التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى إحدى أهم الوجهات السياحية الدولية عبر سلسلة من الفعاليات الكبرى والتجارب السياحية الفريدة المستمرة على مدار العام في معظم مدن ومناطق المملكة. أنا من اللي تشرفوا بتلقي دعوة من هيئة السياحة وحضرت موسم الطائف لهذا العام، وأيضا أنا كنت الموسم اللي مضى ما حضرت، بس الموسم اللي قبله حضرت. أستطيع أن أدعي أن هذا الموسم، موسم هذا العام، موسم الطائف مختلف تماما. يبدو أنه إحنا إذا أردنا شيء يعني لدينا القدرة والمهارة والبراعة في أن نحول كآبتنا إلى فرح وكسلنا إلى نشاط وأدائنا إلى كمية مهولة من التميز. الحقيقة كان مشهد الطائف مختلف تماما، وأنا متأكد أنه سيشهد تحولات أخرى إضافة إلى مواسم الأخرى. يعني أيضا آخرين من الأصدقاء والزملاء كانوا في موسم السودة أو في أبها وهي جديرة أيضا بالاهتمام، يشهدون يعني ببراعة ما قدم. أنا أظن أنه بكرة أيضا سيبدأ أو الأيام القريبة القادمة موسم الرياض، فبالتالي إحنا نشهد تحول في المجتمع السعودي لمزيد من الفرح إن شاء الله يستمر. إيش تعليقك أنت؟ هل شفتي حضرتي موسم الطائف أو أي من المواسم هذا العام؟ لا، لم يتمكن من حضور موسم الطائف، لكن طبعا حضرنا موسم جدة. ممتاز. إحنا في فترة جميلة جدا لجيلي أنا تقريبا. اللي أنا أستطيع أن أقول كل ما ذهبت أي فعالية أقول أنا في بلدي، ما أنا مصدقة أنا بحاضرة. يعني ساعات أقرص نفسي، ساعات أطل في الوجوه، ما يعني ما أراقب الحدث أكثر ما أراقب الحضور. أيوة. في أشياء كثيرة أستطيع أن أنا أعلق عليها، منها أنه صناعة المواسم. حسيت أنه حتى لو إحنا بدأنا أول مرة نسوي ذي الأشياء، لكن تنظيم الحضور، زخم الفعاليات، تنوعها، كأننا لينا 100 سنة ونحن نصنع هذا المواسم أو نعمل في هذا المجال. شبابنا، فتياتنا، البروفيشنسي أو الاحترافية في تقديم الخدمة، مستوى الخدمة العالي حقيقي، كلها أشياء نفخر بها وتصنع أشياء جميلة جدا تقول إنه في أمل. يعني في صديقات مهاجرات وقالوا يعني الآن أصبح هذه الأشياء نبغى نرجع، يعني تقاعدوا وعايشين برا، لكن الآن أصبح في سينما وأصبح في أشياء كثيرة يمكن للعائلة أن تجتمع فيها حتى تستطيع أن تقضي زي ما نقول وقتا سعيدا مع بعض. جزئية جودة الحياة أو تحسين مستوى العيش، وهذه من أهداف الرؤية، وأيضا جذب الأموال اللي كانت تصرف خارج الوطن. هذه من الأهداف الجميلة اللي نجد أنه المواسم المتتابعة التي ستحدث في كافة مناطق المملكة ستعززها بطريقة كبيرة. أيضا في جزئية أنه المواسم نفسها تعبر عن هوية كل منطقة، وهذا شيء يجب أن نلتفت إليه بطريقة كبيرة جدا، بحيث أن يعني لا نهتم فقط أني أنا والله سويت حفلة أو جبت المغنيين الفلانيين أو المسرحية الفلاني أو السيمفونيات الأوبرا أو بقدر ما أنا من خلال هذه المواسم
أدع مجال للناس أن يطلعوا على ثقافات الغير طبعاً. طبعاً. وأيضا أحافظ على الهوية والكينونة السعودية من خلال برامج تعزيز خاصة. الخصوصية في مناطق معينة. يعني موسم الطائف عززها بطريقة كبيرة جدا. وأنا أيضا من اللي ينادوا أنه يكون في جنادرية مصغرة في جميع مناطق المملكة، لأنه الجنادرية هي يعني تراكم خبراتي وتعبير تراثي عن كافة أطياف المملكة. فالآن لو في الفترة القادمة ننتظر في أي موسم، وأجد أنه يعني فرح كبير أن أنا أطلع، حتى لو لم أذهب أدخل على الإنترنت وأشوف إيش البرامج التي ستكون في هذا الموسم وأنتقي ما أريد، وحقيقة يعني أحتار أين أريد أن أذهب أو في أي مجال ممكن أنا أحاول أن أكون. تفضل خلود، أنت حضرتي شيء من هذه الفعاليات سواء في الطائف أو جدة أو أبها أو ما تمكنتي؟ الحقيقة كان لي شرف أني أحضر موسم جدة. كيف شايفة؟ الحقيقة كان جدا رائع، بس لو نرجع شوي، هو رهان سيدي ولي العهد على العلا، منطقة العلا لما تطورها وأخذها إلى the next level بقيادة سمو وزير الثقافة الأمير بدر سعود. الشوط اللي قطعتها العلا والإكسبيرينس اللي كانت موجودة عطتنا لمحة عن ما ستكون عليه السعودية في المستقبل. موسم جدة كان فتاك ورائع بكل المقاييس زي ما يقولون. كان عالمي، كان مواكب للتغييرات اللي تكون في المنطقة، يعني انترتينمنت اكسبيرينس تقدر تحصل عليها في كل سلاسة. كان في وعي للجمهور المتلقي وش يبغى وش يحتاج، فكان في قياس لهذا الرأي. موسم جدة كان رائع بكل السبل، موسم الطائف جدا رائع، وموسم السودة كذلك رائع. للأسف ما تمكنت أني أنا أحضر منها، لكن اللي كان جميل في موسم الطائف أنه بقيادة سيدة اللي أحب أوجه لها من هالمنبر تحية، الأستاذة نورة العكيل. ثقة المملكة لما تمسك سيدة هذا المشروع وتبرز النقاط الجمالية اللي فيه، هي رسالة جدا واضحة أنه المملكة ما تفرق بين مواطن ومواطنة. المجال مفتوح للمبدع واللي قادر أنه يأخذ المسؤولية، فنحب نوجه لهم هالتحية ونشد على يدهم إن شاء الله موسم الرياض يكون أجمل وأجمل إن شاء الله. يستاهلون. أنت إيش تعليقك أستاذ؟ والله أنت تعرف أنا أطلع معك من سنين، إلا كنا نحلم بمثل ما نراه اليوم من الترفيه. لا يعني لا نركز على موضوع أنه عشان نمنع الناس تسافر برا. الناس اللي ما تقدر تسافر برا كان لهم حق كبير أنهم يجدون ترفيه. وتتذكر كنا دائما نكرر الحذر ثم الحذر من أن يختصر الترفيه في ترفيه المرفهين، أن تكون تكلفة عالية. اللي حاصل اليوم أن نجد كثير ومعظم الفعاليات في مواسم اللي حصلت هي مجانية ومتاحة للجميع بدون أي رسوم. الحقيقة أكثر ما لفت انتباهي في هذه المواسم، ووجه هنا الشكر إلى هيئتي السياحة والترفيه الحقيقة على الشكل اللي ظهرت فيه هذه المواسم من احترافية ومن يعني وكلها بأيدي سعودية وسعوديات، هي شبابنا أذهلونا حقيقة فيها، أنها ميزت كل منطقة بخصائصها الجغرافية التراثية الثقافية. هذا شيء جميل يبرز الحقيقة الصورة الحضارية للمملكة، ليس للسياح القادمين من الخارج إنما أيضا لأبناء الشعب السعودي. أنا يعني زرت العلا في السابق وحقيقة ذهلت أنها من خلال موسم العلا اختلفت الصورة اللي أنا أشوف فيها العلا. أيضا في جدة كلنا دائما نشوف هذا مهرجان البلد كل سنة يسوونه، لكن المرة هذه اختلفت الصورة. في الطائف أيضا أنا تشرفت بدعوة لكن لم ألبيها لوجودي خارج المملكة، لكن أشوف الانطباعات الزملاء والآخرين والناس اللي في وسائل التواصل الاجتماعي انخفاض منسوب السلبية في النقد في الشكوى في الانتقاد لهذه المواسم لهذه الفعاليات اللي تلبي كثير من الرغبات. نترقب موسم الرياض، وأنا واثق أنه حيكون موسم مذهل، لأن الرياض الحقيقة أيضا تمتلك خصائص كثيرة في موسم الشتاء. يعني أنا دائما لما أسافر للخارج ويقولوا لي أنت من وين، أقول لهم أنا من الرياض، ويسألوني عن بلدي وأشرح لهم كل مناطق المملكة. ولما أجي أتكلم عن الرياض أقول إذا حتزوروني تعالوا لي في الشتاء، ستجدون أن الرياض في أجمل صورها لمن يفهمها في الشتاء. الحقيقة أنا سعيد جدا بما وصلنا إليه، وإذا كنا في هذه الخطوات القصيرة زمنيا حققنا هذا الشيء، فما بالك بالمستقبل. الحقيقة عندما تتوفر الإرادة العزيمة والكفاءات سنحقق الكثير، ويكفينا هذا النجاح المتحقق الآن على أرض الواقع. ممتاز. أمال أنت طبعا باعتبارك أبهاوية الهوى أسيرية
حضرتي انت الموسم ولا؟ للاسف لم اتمكن من الحضور، كان مفترض اني اشارك في الهايكينج في افتتاح موسم السوده، ولكن صار في تاخير في المواعيد من قبلهم واضطريت، كان عندي التزام سفر فلم اتمكن من الحضور، لكن من حضر من الزميلات والاخوات اشادوا كثيرا بما شاهدوا هناك. انا طبعا يعني ايش ابغى يا امال، ايش احنا نتكلم صحيح عن انه نجاح هذه المواسم يرتبط بالخصوصية، انه كل منطقة يجب ان تبرز صحيح ما لديها بما هو مغاير لما لدى المناطق الاخرى. ما الذي يميز موسم السودة او ابها؟ انا بقول من حاجة واقول لك قرية رجال الماء، قرية رجال الماء والعرض اللي بالضوء اللي سووه كان شيء مبهر، هذا اللي تمنيت فعلا اني انا احضر واكون يعني شاهدة فيه. معروفة طبعا يعني المنطقة الجنوبية، مناطق المملكة كلها لها تراثها المميز، ولكن في الجنوب بحكم الطبيعة الجغرافية للمنطقة في يعني في الوان، في بهجة، في طبيعة، في فرص كبيرة للاستثمار. انا اتفق مع الزملاء في اشادتهم بحسن التنظيم، بالابهار اللي تم بكل شيء، لكن انا اتمنى انه في الاعوام القادمة ان شاء الله نركز اكثر على المحتوى والمضمون، ولعل انشاء اكاديمية الفنون او الهيئة الملكية فنون يكون هذه هي يعني المصنع اللي يخرج لنا طاقات إبداعية من أبنائنا وبناتنا لإحياء مواسمنا. ما نبغى نستورد نفس الشلة وننقلهم من جدة للرياض لأبها يعني أريد كيف خلاص يعني عندنا من شبابنا، عندنا في الكورونا. نقطة أخرى، موسم جدة سمعت عنه الكثير، وهذا يعني أتمنى يراعونا شوية، الناس اللي زينا يحبوا الهدوء، يبغوا فعاليات يعني أكثر كلاسيكية إلى حد ما، يعني ما يكون كله واو وإبهار وكذا. أنا أمانة إلى الآن لم أحضر أي عرض ولا أي مناسبة، عندي هوم ثياتر أي واتش من بيتي وأتابع وأتفاعل وأغرد وأسوي كل شيء وأنا قاعدة عند التلفزيون. ما أعرف، يمكن لو دعوني يوم زيك أروح وأقول لك. طيب تفضل. يعني يمكن في جو هالمواسم نسينا نقطة جدا مهمة اللي هي الضيوف اللي جايين. احنا على مواسم استقبال الفيزا السياحية وما ستؤثر فيه على ضيوفنا اللي جايين. صح، ممكن ان نتفق كثير انه احنا نحتاج انترتينمنت تناسب المحتوى المحلي، لكن كذلك احنا عندنا عبء كثير، احنا قاعدين نستضيف ناس جايين مختلف العالم يشوفون السعودية البلاك بوكس اللي ما قد فكروا انهم يزورونا. فبالعكس احنا نبغى من هذا واكثر، ونرحب بضيوفنا ان شاء الله اللي بيزورون المملكة عن قريب، ان شاء الله تكون تجربة سياحية ناجحة باذن الله. انا عندنا اسرة في سان فرانسيسكو، اصدقاء يعني بيننا وبينهم صداقة طويلة سنوات، فدعينا ابنهم يزورنا العام الماضي وصارت قضية للأزمة اللي حصلت مع إيران وكذا، وصار عندهم خوف من إرسال ابنهم مع أنه صدرنا له التأشيرة وأساس يجينا في موسم الشتاء العام الماضي، ولجة قالوا أنا خايفين على ولدنا. فأرسلت لهم رسالة قلت أنه أنا أشعر بالأمان في الرياض أكثر من الأمان اللي أشعر فيه لما أكون في الحي اللي إحنا ساكنين، لأنهم جيراننا في الحياة في الحي اللي إحنا ساكنين فيه في سان فرانسيسكو. وبعدها بأيام حصل فورمولر البي اللي صار في الدرعية، ثم استضافة بعض الفنانين اللي أنا أعرف أنهم هم من معجبين فيهم أبنائهم، فصورتها لهم وأرسلت لهم، ما كانوا مصدقين هذه في الرياض. قلت يعني هذه هي الرياض اللي أنتم خشيتم منها، هي المملكة العربية السعودية اليوم الآمنة المطمئنة بشعبها وأبنائها المنفتحة على كل الثقافات. صحيح، هو الإعلام أحيانا يضخم الأشياء. أخيرة بالنسبة لموسم السودة، أنا كنت سعيدة لأنه كان أجمل رد على هدايا أو قذائف الحوث اللي كان يبعثها، يعني أكبر رد لعدوك أن تعيش، وأن تعيش بفرح وببهجة وبأمان ولا انتهينا يعني، ولا احنا شايفينك، انت هوا مش موجود أصلا. لولا وسائل الإعلام، لو ما تشوف التلفزيون وتقري جرائد أو مواقع إلكترونية والله ما أدري عن الحرب. صحيح. هي آخر نقطة عندنا اللي هو أنه رئيس الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي آل الشيخ لفت الأنظار بتغريدة أبدى خلالها عدم رضاه عن أداء الهيئة في موقع التواصل الاجتماعي، وطالب أيضا بإيقاف حساب الهيئة على تويتر، متطلعا هو أن يعني يعود بشكل أفضل وجديد اللي هو بكرة يوم الأحد. في المغردين طبعا تداولوا هذا التدوينة تركي آل الشيخ بتعليقات كثيرة بين يعني تأييد والمطالبات بالتضامن مع رأيه. أنا في ظني أنه الأستاذ تركي آل الشيخ يعني يحسن التسويق، مسوق جيد، أنا متأكد أنه راضي
مو صحيح كلامه، يعني هو راضي بس يبغى يلفت الأنظار لأنه بكرة بيعلن عن موسم الرياض، فبالتالي مسوي بروباغندا. هذا توقعي، خلنا نشوف أنت إيش تعليقك. والله يمكن أنتوا أدرى يعني، بس عموما معالي المستشار تركي آل الشيخ يعني عودنا فعلا على الإبهار على المفاجآت، ولو عبارات مميزة يعني حيوحشنا ولا فأنا خفت على المدير الحساب هذا أنه حيوحشنا يعني. عندك تعليق؟ الحقيقة يعني زي ما تفضلت أستاذ أمال أنه معالي تركي آل الشيخ رفع الستاندرد في كل المقاييس من أيام وجوده في الرياضة إلى وجوده في الترفيه، أنه يسوي إنجيجمنت مع المواطنين في السعوديين. فلما هو بدأ يحكي عن الأكاونتات حقت الترفيه وأكاونتات عيشها، حرض الرأي العام نوعا ما على الشركات اللي أوريدي قائمة بالكونتنت، فهذا بيسوي لنا ثورة إن شاء الله من بكرة بنشوف الشركات كيف تغير الاتجاه الموجود. أنت تعتقد أنه أنا أتفق معك أنه هو بذكاء يحاول أن يجذب الانتباه، لأنه أنا أعتقد أنه هو من الإداريين المؤمنين أنه توجيه النقد لإدارتك أو المعاملين معك له قنوات داخل الإدارة تستطيع أن تصل برسالتك إلى أي موظف مقصر من خلال هذه القنوات، لكن هو فعلا له معنى، وأنا واثق أنه هو سيكافئ هؤلاء اللي انتقدهم، لأنه حقيقة هو يعني من جاء في هيئة الرياضة الحقيقة، وهو أذهلني الحقيقة بالتغييرات اللي أحدثها، هذا يحدث حراك أينما يكون، وبطبيعته هو مزوح يعني أنا نشبت في حلقة في موضوع التدخين في الملاعب، نشبت في حلقة في موضوع النقل، فآخر شيء قال لي أنت ورا ما تشجع السلة وتفكنا كرة القدم. فهو حقيقة بطبيعته حقيقة شخص غير تقليدي، يعمل ويفكر خارج الصندوق، وبالتالي اللي يتعاملون معه يدركون أنه في مساحات كبيرة للحركة معه والتعامل معه، وأتمنى حقيقة أنه يعني يترجم هذه الأمان اللي هو يطمحها في السياح الترفيه، نهضة كبيرة في الفترة الماضية، فأتمنى أنه يوفق حقيقة في الوصول إلى هذه الغايات. عندك تعليق؟ أنا بتؤمن أنه هو يدير كل المواقع اللي هو فيها بأسلوب الصدمة، يعني يصدمك كده حتى تستطيع أنك أنت تستعد أنه في تغيير قادم، وبالتالي هو بيسوق للتغييرات حتى يحاول أن يتجاوز أي مقاومة، وهذا أسلوب ذكي جدا في علوم الإدارة، فننتظر منه الكثير، ودائما نتوقع منه المفاجآت التي يعني تحرك وتخلخل الثابت الراكد اللي تعبنا منه. لا لا أنا متأكد أنه بكرة الناس كلهم حيدخلوا على موقع الهيئة ليشوفون إيش حصل بعد التغييرات اللي هو طالب فيها. المعالي الأستاذ تركي آل الشيخ كان دب شوي مليان، ودائما المليانين خفيفين دم، لما سوى دايت أنا خفت أنه يعني يفقد بعض خفة دمه، لكنها صارت عنده زيادة في الرشاقة والملاحة. يا خوفي يا أدريس أنك حتوحشنا. لا 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 أنا متأكد، أنا أصلا خفيف دم. خلص عندي أنا البرنامج، بقي لي أن أشكر ضيوفي الكرام الأستاذ أمال المعلمي، الأستاذ خلود منصور، والأستاذ خالد السليمان، والأستاذة بسمة سيوفي. الشكر موصول إليكم، نلقاكم في الأسبوع القادم، دمتم بخير في أمان الله.